اهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا وما كنتوا على موجات راديو ويب دار الشباب القلعه الكبرى. معكم امل بوكيري من وراء المصدح في لقاءات تلفزيونيه حول الدور الثاني لانتخابات المجالس المحليه بمعتمديه القلعه الكبرى. نرحب بضيوفنا الكرام الساده المترشحين لانتخابات المجالس المحليه. البدايه باش تكون مع السيد محمد شبح عن عمادة أجرابعة القلعة الكبرى. أهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا مرحبا. في مدة لا تتجاوز 3 دقائق لو تعرفنا روحك، تعرفنا على روحك، قدم لنا برنامجك الانتخابي، رؤيتك لتشجيع مشاركة الشباب، وبقية الوقت عندك فيه كلمة حرة. نحب نرحب بالناس الكل. اسمي محمد شبح عن الدائرة الانتخابية أجرابعة معتمدية القلعة الكبيرة. تقني سامي في الهندسة الكهربائية، متخرج من المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بسوسة. حبيت أنا إيمانا منا بقيمة القلعة الكبرى وإيمانا منا بقيمة رجال ونساء القلعة الكبرى وحرصا منا على تثمين هذه القيمة وتطويرها، فإني رشحت نفسي لانتخابات المجلس المحلي عند دائرة أجرابعة تحت شعار القلعة غدوة خير، وبكل ثقة في النفس والتزاما منا بخدمة أبناء عمادتي وقلعتنا بكل إخلاص. أتعهد بما يلي: نقل مشاغل المتساكنين واقتراحاتهم إلى الجهات المعنية، مع الحرص على حصول القلعة على نصيبها من المشاريع التنموية في مختلف المجالات حسب الأولويات التي تستحقها المدينة. حث السلطة على مزيد العناية بنظافة المدينة وخاصة الأودية. تحسين مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة، ومنها تحسين المستشفيات والمؤسسات التربوية من خلال الترميم وتوفير أحسن التجهيزات. مزيد العناية بالمنطقة الصناعية لتشجيع المستثمرين على الانتصاب ودعم باعثي المشاريع لخلق فرص عمل لكافة الشباب العاطل عن العمل. الحرص على إتمام الطرقات التي لم تستكمل بعد والبحث عن فتح طرقات أخرى للحد من الاكتظاظ خاصة وسط المدينة، وذلك مع تحسين جودة النقل. نقطة أخيرة هي السعي لإنقاذ الفلاح من الإفلاس والحفاظ على الثروة الحيوانية والغابية في ظل الظروف الطبيعية الصعبة والارتفاع مشتى لأسعار الأعلاف. نحب نركز على أهم نقطة عندي في برنامج الانتخابي اللي هي مستقبل البلاد، نشوفه مربوط بمستقبل الشباب، فعندي تركيز خاص على الشباب ونحب نشجعه كونه يكون يسعى إلى تحديد مصيره. لازم الشباب يكون عنده ثقة في نفسه، وباش يوصل للأهداف اللي يحب يحققها لازم يحط ثقته في ناس، فنشجعه كونه يمشي ينتخب باش يوصل صوته ويوصل هو شنو يحب يعمل بالضبط، أحسن من لما يمشيش. لو ما يمشيش ينتخب فحسب رأيه رغباته ما توصلش. نشجعه ونقول له راهو مستقبلك هو مستقبل البلاد، ومن الأحسن تمشي تنتخب، على الأقل تمشي تنتخب اللي عندك فيه ثقة ونجم يوصلك صوتك. هذه في حالة أولى. في مرحلة ثانية نحب نشكر الناس الكل اللي انتخبوني في الدور الأول، نحب نشكرهم جزيل الشكر على ثقتهم وعلى كل ما الدعم اللي قدموه لي. في الحقيقة بقطع النظر كون الإنسان يترشح أو ميترشحش كانت تجربة حلوة برشا، اكتشفت فيها برشا محبة من الناس وقربتني أكثر للناس. الشيء هذا خلاني نكون أكثر ثقة وأكثر عمل باش نكون في مستوى تطلعات. إن شاء الله نتمكن من إيصال جميع الرغبات متاع المتسكنين متاع العمادة متاعنا ونحاول ونحقوا. نشكرك سي محمد على حضورك معنا ونتمنى لك مزيد من الحظ والتوفيق إن شاء الله.